في حادث سيارة، تعرف على المبلغ الذي يمكنك الحصول عليه مقابل الأضرار التي لحقت بسيارتك، وعن أي آلام عانيت منها، وعن أي خسارة في وظيفتك، حتى إذا كنت تقود سيارتك لصالح شركتي أوبر أو ليفت أو أي شركة أخرى لمشاركة الرحلات. لا تدفع لنا أي أموال مقدماً، نحن نتقاضى أجورنا فقط إذا فزنا بقضيتك، وإذا لم نتمكن من الحصول على تسوية لك فأنت لا تدين لنا بأي شيء. بالإضافة إلى ذلك، نحن أيضاً لا نأخذ أي رسوم على مساعدتك في الحصول على أموال مقابل سيارتك التالفة. المبلغ الخاص بالتعويض لسيارتك يكون لك كلياً. هناك 4 متطلبات رئيسية فقط من أجل الحصول على أموال مقابل قضيتك. أولاً، ألا يكون الحادث خطأك. ثانياً، أن تكون قد عانيت من نوع من الإصابة مثل آلام أو تصلب في الرقبة أو الظهر، وتصلح أيضاً الإصابات الأخرى مثل الجروح أو الصداع أو الكسور. ثالثاً، عادة يجب أن يمتلك الشخص المتسبب في الحادث تأميناً، يمكننا مساعدتك في معرفة ذلك. رابعاً، يجب ألا يمر وقت طويل منذ وقوع الحادث. في معظم الحالات يمكن أن يستغرق ذلك 2 عامين، ولكن هناك سيناريوهات يمكن أن يختلف فيها ذلك. يمكننا أيضاً مساعدتك في اكتشاف ذلك. اتصل بنا اليوم ويمكننا إخبارك بالمبلغ المتوقع الذي يمكنك الحصول عليه مقابل الأضرار التي لحقت بك. نحن لا نفرض أي رسوم مقابل التقييم. التقييم مجاني ولا توجد التزامات. وتذكر أنه يمكنك القدوم إلينا إذا كنت سائقاً أو راكباً أو مشاة أو راكب دراجة نارية أو راكب دراجة.